اليوم يا اخوة لبركة معنا قدينا 12 كان 17-4 17-4 بيعلمنا احنا ايش كثير بشعر فلسطين يوم الاسير الفلسطيني اولئك المغيبون في مدافن الاحياء اولئك المنسيون الذين جحدنا ما قدر وقصرنا في حقه. شفت الاوراق اللي وزعناها هاي اسماء لما يقارب 600 اسير من المؤبدات. بعضهم كانوا في السجن اكثر من 30 سنه، يعني بعضهم كانوا في السجن اكثر من اعمار اغلب الموجودين في المسجد. كم مره نتذكرهم. اولئك الذين ضحوا بزهرات اعمارهم يتحدون السجان بكل عنفوان. قضوا ذلك في سبيل الله وسبيل هذا الوطن، في سبيل الاقصى، في سبيل مسرى رسول الله. والله لا يؤلمهم السجن بقدر ما يؤلمهم النسيان. لا يعذبهم السجان بقدر ما يعذبهم جحود ابناء وطنهم عندما ينسونه. للاسف صار يوم الاسير الفلسطيني بس للفشخه، البيانات والكلمات وشويه احتفالات، بعدين بنطب هالطابق نرجع للسنه الجايه. احنا على الاقل اليوم بدنا نعمل شيء غير. حبينا نعمل هذه الفكره لاسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عن صاحبها. هي صاحبها اخونا الدكتور محمد جلال ابو الحسن. فقال لابد ان نفعل شيئا للاسرى. للاسرى الموحدين اللي بيعرفوش عندهم عمى الوان. لانهم عندهم ما بيعرفوا الا بس يا ترى وبوصله الوطن وبوصله القدس. لذلك الاسرى اللي في ايديهم هم كل اسرانا. حطينا اسم الاسير وبلده. ما حطيناش لا تنظيمه ولا فصيله. لانه بيهمناش بيهمهمش. هم بس بيهمهم انه الناس تكون متذكرتهم. احنا بهذه الليله يا اخوه بدنا ندعيهم. لذلك بدي ياخذ دقيقه بس. كل واحد فيكم يدعو للاسرى ويدعو للاسم اللي معه بالاسم. الاسرى بشكل عام والاسير اللي معاه اسمه. خلينا نتذكرهم ونطيرهم دعوات. بس بدنا اياه يقين. يقين من جوا والله دعواتكم انها بتوصل عند ربنا وربنا بيفرج عنهم. ما بين غمضة عين وانتباهته يبدل الله من حال الى حال. اللي ما وصلوش ورقه بجوز الورقات ما تكفي للعدد. يستذكر اسير هو بيعرفه ويدعي له بالاسم. اتفقنا؟ أسرى بشكل عام والأسير اللي في إيدك بالاسم. معكم دقيقة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ما رضيت. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم يا الله يا الله يا الله. يا من بيدك كل شيء ويرجع اليك كل شيء وتقدر على كل شيء. يا مفرج الكروب، يا مزيل الهموم، يا رافع الهموم. يا ربنا يا مجيرنا بك نستجير ومن يجير سواك. يا من تجيب المضطر اذا دعاه وتكشف السوء.
اللهم يا قسم يا من تسمع نداءنا وتجيب دعاءنا، اللهم يا مخرج الكروب ويا ستار العلوم ويا علام الغيوب، اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا وفي ليلتنا المباركة هذه أن تفرج عن إخواننا الأسرى. اللهم يا مفرج الكروب فرج عن إخواننا الأسرى. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا. اللهم يا ربنا فرج عنهم، اللهم اكسر قيدهم، اللهم اكسر قيدهم وفك أسرهم وارجعهم إلى أهلهم سالمين ظالمين غير خزايا ولا نادمين. اللهم كن معهم يا الله. اللهم انقطعت السبل بهم فلم يبق إلا سبيل، وأغلقت في وجوههم الأبواب فلم يبق إلا بابك. اللهم إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم كن معهم يا الله. اللهم كن معهم يا الله. اللهم كن معهم يا الله. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم آذ من آذاهم واخذل من خذلهم. اللهم عليك بمن عاداهم. اللهم عليك يا ربنا بمن آذاهم، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم ارجعهم إلى أهلهم سالمين ظالمين غير خزايا ولا نادمين. اللهم يا من أخرجت يونس من بطن الحوت، أخرج أحبابنا الأسرى من بطن السجن يا رب العالمين، فإنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. فرج عنهم يا رب العالمين. يا رب فرج عنهم يا رب العالمين. يا رب ادخل السرور على أهلهم بالإفراج عنهم. اللهم ارجعهم إلى أهلهم. اللهم اجرهم يا رب العالمين. اللهم اجرهم يا رب العالمين. اللهم اجرهم يا رب العالمين. اللهم إنك يا ربنا قريب مجيب الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.